تعتبر النسور من أقوى وأشرس الطيور الجارحة، وتعتبر أكبرهم في الحجم، فبعض الأنواع منها بيصل وزنها ل 18 كيلو جرام، وطول أجنحتها بتصل ل 250 سنتي. ويعتبر النسر صياد ماهر، لكن بيعتمد بشكل كبير في غذائه على الجيف. والغريب كمان النسور في بعض الأحيان بتصطاد أطفال البشر، وده موثق ببعض الأحداث المؤكدة عنها. ومن أشهر أنواع النسور النسر الذهبي اللي يصنف من أخطر النسور في العالم، ونسر أدون، وده بيعيش في أفريقيا، وهو ثاني أقوى النسور في العالم، لدرجة إنه بيخوف حيوان زي الفهد.